هذا الفيديو خاص بقناة محمد نصيف المحاور أخوك مهند من شيكاغو. صلاة عيد الأضحى في شيكاغو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. On behalf of Mosque Foundation, عيد مبارك. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and bless your families. May Allah subhanahu wa ta'ala accept what you have offered in this past year. والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأمينه على وحيه الداعي إلى رضوانه. الله أكبر، 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 ولله الحمد. يقول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا عيد الأضحى، عيد التضحية، عيد الفداء، عيد التوحيد، عيد الإخلاص لله تبارك وتعالى، عيد الحج والتج. تقبل الله الطاعات، تقبل الله طاعتكم جاريتنا المباركة، تقبل الله طاعتكم أمتنا الباقية، تقبل الله طاعتكم يا أهل فلسطين الصابرة المصابرة، يا أهل اليمن، يا أهل سوريا، يا أهل العراق، يا أهل السودان الجميل، يا أهل ليبيا، يا أهل مصر، يا إخواننا، يا إخواننا المهيجة والوجور، يا مسلمين وكشمير. الأحوال الجوية لن نطيل عليكم إن شاء الله، عبارة عن تهنئة فقط لكم إن شاء الله. نصلي صلاة العيد وهي عبارة عن ركعتين، في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، ثم بقية الصلاة غيرها من الصلوات، ثم بعد ذلك خطبة العيد، ثم إن شاء الله من السنة الحضور خطبة لكن غير ملزمين بحضورها، هي ليست خطبة جمعة، وممكن الإنسان إذا بحب يغادر لكن بدون تشويش وربع صوت على الناس اللي حابين يسمعوا الخطبة ويبقوا معنا. استووا واستقيموا، قدموا، ساووا الصفوف قدر الإمكان، جزاكم الله خيرا، ساووا الصفوف وتقدموا للأمام، مشكورين مهجورين. كذلك الأخوات، نرجو من الأخوات تسوية الصفوف. القاعدين على اللي بنسميه زمان في البلاد، احنا في الزرقاء بنسميه البلكون، قاعدين على البلكون شو بيساوى يعني، خاصة الرجال، فانزلوا صلوا معنا، بارك الله فيكم، انزلوا صلوا معنا، ما حد يضل على البلاتين. فاجعلها صدقة جارية في هذا البيت المبارك. السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو يا ريت مشاركة الفيديو على الفيسبوك ومجموعات الفيسبوك. طب لو أنت شايفه على اليوتيوب بيشاركه على منتداك على اليوتيوب وقنوات اليوتيوب. الناس اللي بتشتكي لي من عدم وصول البث المباشر ليهم والفيديوهات أول بأول في اليوتيوب والفيسبوك، لازم يعمل اللي جاي ده، ضروري جدا تعمل في اليوتيوب اشتراك، بعد كده تفعيل الجرس للكل، وكذلك في التليفونات نفس النظام، شاهد الفيديوهات كلها من هنا والبث المباشر من هنا. طيب الفيسبوك لازم تعمل ده برضو، في الفيسبوك بتعمل اعجبني وبعد كده بتعمل اعجبني مرة تانية، بيطلع لك القائمة دي خليها المفضلة، وبعد كده المحتوى خليه قياسي، الفيديو كل الاشعارات، فيديو بث مباشر كل الاشعارات، بعد كده تحديث، كده الغالبية العظمى من الفيديوهات فيسبوك ويوتيوب هيوصلك اشعارات جديد
جديدة بيها. طيب الناس اللي كلموني على دعم إعلانات ومحتوى القناة والصفحة، أدي بيبال من هنا والباتريون من هنا، وفي الفيسبوك نفس النظام، وهتلاقي في كل في اليوتيوب والفيسبوك في التعليقات لمن أراد دعم القناة والصفحة. تليجرام محمد نصيف المحاور، وإنستجرام محمد نصيف برضو المحاور، وكذلك تويتر. ولا تنسونا من صالح دعائكم، غفر الله لنا ولكم. السلام عليكم.